للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة. القتل بالنفس كلهم على هذا المنوال، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية. إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المقطع من نفسه، هو مسطور في كتبهم، هو مكتوب في أمهات عقائدهم. هذه عقيدة، اللي بيعتقد هذا القرآن كامل وما في قرآن عندهم كافر، هم اللي كفروا. اللي يقول اللي يحب الصحابة عندهم كافر، ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما بيلعن، اللي ما يلعن، يعني أنت ما حبيت أبا بكر، ما حبيته، أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تهتز منه الجبال وتتقطع به الأرض، لأنه ينقض من الإيمان، لأنه جاء مدد من المهدي. لذلك فنحن بدورنا نستنكر هذا الفعل بشدة، ولا نقبل، بل لا نقبل حتى بسب الصحابة، وهذا الفعل لا يقبل به الإمام أحمد الحسن. لذلك نطالب من الأخوة الشيعة فعلا الذين يحبون أهل البيت أن يترفعوا عن هذه المسألة، أن يترفعوا عن هذه المسألة، وأن الذين يسبونهم فعلا لا يمثلون الشيعة في شيء. الشيعة هم أخلاق أهل البيت، أهل البيت سلام الله عليهم هم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك فكل من يخالف أهل البيت في أخلاقهم ليس من الشيعة ولا يعتبر من الشيعة. ولذلك فأنا بدوري من هذا المكان باسم السيد الإمام السيد أحمد الحسن أقول أن هذا الفعل غير مقبول، بل أن هؤلاء فسقة، وأن سب الصحابة لا يقبل ولا يرضي الإمام أحمد الحسن عليه السلام. لذلك أنبه على هذه المسألة وأحث الأخوة جميعا أن يلتزموا بذلك. هذا بالنسبة لما رأيناه. سؤالي الآن، بلغنا وأنا التثبت، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وتثبتوا، هذه بقى قراءة حلوة، فتبينوا فتثبتوا، ما اختلف رسم عثمان، تبين نفس المعنى. أن زوجة المهدي تتمتع، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ أرجوك استاذ عدنان، هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام استاذ عدنان لا يصح، هذا الكلام لا اقبل بهذه الاهانات، لا اقبل. انت رجل دين، انت رجل دين والناس تسمع هذه التفاهات، لا اقبل ان تطالب استاذ محمد، هذا الكلام لا اقبل به. انت في منظرة علمية، انا لا اقبل به، انا لا اقبل به هذا الكلام. شيخ صادق، يحترم مقدس الله، انا جالس هنا في مناظرة، في مناظرة علمية. ورثوا بالانبياء هذه، ايها المسلمون، والله ما فعلت ذلك الا عمدا وما اسات الادب. سالته سؤال، فالتمتع عندهم سنه شرعيه، فسالته هل هذا في تمتع؟ الشيخ عدنان أتبعك رجاء، انا ما قاطعك رجاء، هذا الكلام ليس في، ليس مدار البحث، وانت تقول انا ابو مدار البحث، ما قاطعك يا شيخ صالح، انا لا اقبل، انت تقاطعني عندما تخرج، وانا من حقي ان اقاطعك عندما تخرج من هذا المسجد. تفضل يا شيخ، تفضل. انا لا اقبل هذا الكلام، خليه برا، خارج برا، عايز يهديك، خارج، عايز يهديك الاقتصاد، كل سبب العلم. ايها المسلمون، ارايتم حميته لزوجة المهدي؟ اقل ما اقول ربما يكون مسلم بس مجنون.
أرأيتم يا وأنا ماذا قلت؟ ما اتهمتها بالزنا. أنا قلت له هل فريضة عند عدنان؟ لا 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 تخاف لا تخاف خلاص أنا ما أسمح أنا ما أسمح أنا ما أسمح يعني تسمع بسبب لا يخرج لا يخرج لا يخرج يخرج عن نقطة البحث أنا أنا ناظر لا لا خارج عن نقطة البحث سالم لا خارج عن نقطة البحث عندك من أدوات لا خارج عن نقطة سالم محمد هذا الكلام هذا تهرب لا وفي وقت الكرام هذا هروب هذا هروب من المناظرة هذا هو يعلم هذا تهرب من المناظرة هذا هروب المحور المناظرة محور علمي هذا هروب من المناظرة اسمعوا يا أخو اسمع التعليل يا شيخ صادق اسمع التعليل تفضل أنا استرحت سؤال استبياني لم أتهم معاذ الله والله لو خرت الأخر من السماء ما أتهم أما مجرد السؤال عن زوجة النبي ثار يا ليته ثار ليس ليس لنا علاقة بهؤلاء الذين يا ليته ثار لكن جلس هكذا لما سمع ذاك الوقت الحقير الخبيث ياسر وهو يتهم عائشة فجلس هكذا والله والله يا عمر لا يكون لي بينك وبينك شأن لأنكم ما تحضروا المقاطع جلس هكذا جلس هكذا وقال إمامنا المهدي إمامنا المهدي دقيقتين هذا خروج إمامنا المهدي إمامنا المهدي منع لاحظوا إمامنا المهدي منع الكلام عن عائشة لكن لما تكلمنا عن زوجة إمامه صار وأنا ما قلت يأتي بأمر شر صار وغضب وجمجر أما على أم المؤمنين فما رأينا قلنا زوجة سيد أهل البيت قلنا قولنا فيها الذي أدعى أمير المؤمنين وانتهت المسألة وقعت في فخ يا سيد صادق وقعت في فخ أي فخ وقعت في سيد محمد أي فخ نصب لك الشيخ فخا وقد وقعت فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر